بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى أن الله سبحانه وتعالى أنعم علي بلقاء شيخنا الشيخ عاصم القريوتي. أسأل الله سبحانه وتعالى المد في عمري على طاعته يا رب. حياك الله يا دكتور، الله يجزاك خير. هذه والله فرصة مباركة طيبة. والله أنا سعيد أيضا جدا من يوم ما رأيتكم. الله يجزاك خير، الله يجعلنا جميعا من المتحابين في ظله. آمين يا رب، يسعدنا جميعا في طاعته وما يرضي. جزاك الله خير، الله يحفظك. نبغى تحدثنا قليلا عن آخر رحلة. والله هذه رحلة أخيرة، أنا قادم من ملاوي. نعم. في فوق جنوب أفريقيا، فوق موزمبيق. حقيقة حدثني عنها أحد الفضلاء جزاه الله خيرا وشجعني للذهاب إليها، لمناطق الشمال بالذات. نعم. مناطق الشمال عبارة عن مناطق نصارى كاثوليك. هذه المنطقة لم يدخلها الإسلام إلا منذ 6 سنوات، وفيها إقبال على الإسلام كبير جدا، والعناية في الشمال ضعيفة للغاية. المسلمين في الجنوب بكثرة كافرة جدا ما شاء الله. نعم. إنما الشمال يحتاج إلى عناية كبيرة للغاية حقيقة. من خلال يعني هذا الرحلة أنا أسميها استطلاعية حقيقة. نعم، استطلاعية. والله يبارك، يعني أسلم ما شاء الله. الله أسأل الله، أسأل الله يجعلهم في موازينك يا رب، يثبتنا وإياهم وإياكم يا رب. اللهم آمين. الحقيقة هذه المنطقة اللي يميزها عن غيرها من المناطق، النصارى المعروف أن قبولهم للإسلام ليس بسهل. نعم. وطرح الشبهات عندهم كثير. نعم. والوثنيين كما رأينا في عدة دول من السهل يدخلوا الإسلام، النصارى لا، بخلاف هذه المنطقة. هذه المنطقة يعني مجرد أن تبين لهم محاسن هذا الإسلام وعظمة هذا الدين، أنه دين رحمة. نعم. بالإنس وبال حتى بالحيوان، وأن هذا الدين محفوظ. انظروا إلى هذا القرآن، في كل دول العالم لا يعتريه شيء من التغيير ولا تحريف ولا أي شيء. وتبين لهم يعني جوانب فيما يتعلق بالحياة والتفكير فيما بعد الموت، والإنسان لابد له أن يميز ويقارن، وتذكر لهم هذا المحاسن وتجد من يقبل عليه بدون مناظرة. لا لا لا، لم يحصل معنا قط في هذا. الحمد لله، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. والعجب أنه سبحان الله، يعني إحدى القرى جمعوا الإخوة جزاهم الله خير، 3 قرى. نعم. ويعني أمن لهم سيارة تنقلهم من القرى، واجتمعوا في قرية واحدة، ومن فضل الله وتوفيقه أنه أسلم 9 من زعماء القرى وآخرين. ما شاء الله. وفي الغالب إذا اسم زعيم القرى خلاص أسلمت القرية بأكملها، الغالب تتبعه يعني القرية أو كثير منهم. الله يبارك فيك. الله عزنا يتقبل منكم ويجزاكم الله خير على جهودكم. آمين. جهودكم أنتم من صارك. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك.